مساء الخير، مساء النور، معكم الفنانة زينة الدودية. أنا اليوم فرحانة بزاف بزاف وجيت سعيدة أني كنت واجد في السهرة ديالتي صلاة المغرب، السهرة الختامية. شكرا لهم لأني جد محظوظة اليوم، خلوني اليوم نشارك في عيد ميلاد سيدي وتاج راسي. والله يحفظ قائدنا ويحفظ تاج هذه البلاد اللي هو سيدي محمد السادس، الله ينصرك والله يعطيه الصحة والعافية يا ربي ويخليه لنا تاج فوق الراس يا ربي. كنشكر اتصالة المغرب على هذه الاستضافة، شكرا جزيلا. شكرا. إن شاء الله أنا مجدة بزاف ديال المفاجآت وعندي مفاجآت زويونة وعندي أغاني جديدة اللي باغا اليوم إن شاء الله نطرحها على المنصة في مدينة الحسيمة إن شاء الله، ونتمناها تكون فعلا ختامهم مسك إن شاء الله مع زينة الدودية إن شاء الله. تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم، وما تنسوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.